سيدي عم يحتفلوا بعيد المولد النبوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذاك الذاكرون وقل عن ذكرك الغافلون الفاتحة. خير سيدي، شو كان بده منك ضابط الفرنساوي؟ نبدو ايش الخير؟ انحرض الطبع؟ ليش شو في سيدي؟ روح على المضافة جيب لي ابو شهاب لهون فورا. هلا سيدي؟ هلا لك بكره؟ سيدي الدنيا هلا صارت بعد نص ليل، واكيد هلا ابو شهاب بيكون صار له 3 ساعات نايم ببيته. لقد ايش صار ساعة؟ سيدي هلا بتطلع الساعة تقريبا شي 1:30. لا ما ضربه. يعني صار له 3 ساعات عم بهدل فيي؟ منو هاد سيدي؟ لك انت شو دخلك؟ انت مثل التالولة ما بتتحش حالك الا بأدي الاراني تضرب منك حلو. لمين سيدي؟ مين ما كان يكون؟ انت شو فارق معك؟ وهلا شو بتأمروا سيدي؟ هلا بنأمر نروح على بيتنا ونمنا هالساعتين لبين ما يطلع الضوء، لانه من عقلت الصبح حضرته بدنا يكون مسروع قدام منه بالداخلية. اوف ليش بقى سيدي؟ الظاهر ما كفت البادل بادلني اياه. بدي كمل اياها على الريق. ماشي يا عرض الطبع. إذا ما بطالعها من جلودكم هاي البادلة. أسحب بليلة بليل أكل الشحرين يلي بياكلها من عند أبو غالب برفرف وبيطير. بليلة بنته واللي ما بياكلها من عند أبو غالب إن شاء الله بتنقلع عينه وبتنبه. بليلة بالبلوكي. شو بدهن هدول جاري؟ جايك الله معه. شو لزومه هالحكي يعني هلا بجودة؟ والله ما بعرف، سأل شباب حارتك يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لسه كل ما فاتت الدورية الفرنسية على الحارة، بيقعدوا بتأوروها على الطالعة والنازلة، وشريط فيها بتأرجون عضلاته وسلاحهم. اسمح لي لك ابو جودة، الحكي اللي عم تحكيه ما له اساس من الصحة، هننا عم يتحركشوا بشبابنا. شلون عم يتحركشوا بشبابك ها؟ فينك تقول لي يا بشير، ليش ابنك تخانق هو العريف الفرنساوي؟ مشان شو ما كان يبيع خبز من عندك من الفرن ها؟ ابني قال له استنى لبيع الحريم بالاول. مو حلوة الحريم تضل واقفة والغريب ياخد خبزاته قبل الكل. ما بيصير العسكري لازم ياخد خبزاته قبل كل الناس. هاي عنكم بالاشلي يا بجودة، اما نحن عنا بالحارة بده يلتزم الادب اي من كان يكون. ولما بيكون الواحد منا وفينا بنعطيه عيوننا وبيرضاتنا. هاي انت لم تجي لعنا على الحارة بتاخد اغراضك، حدا بيقول لك شي؟ لا خلصنا بقى ابو جودة، تلفها برمي. هاي الشغلة كلها محرزانة اللي انت جاي من شانها.
بس انا اكلت بهدله من تحت راس حارتك يا ابو شهاب. ايه حقك عندي؟ وانا اللي حاطين على حارته خط احمر. خط احمر؟ اي نعم خط احمر. انكم انتم عم تتعاونوا مع الثوار بالغوطه وعم تهربوا لهم سلاح مشان يهاجموا عسكرات الفرنساويه. وهالحكي انت صدقته بجودات؟ انا لحد هلا ما شفت شيء. معناتها اسمعوا صدقي، هدول عم يفتروا علينا لحتى يربطوا لنا ايدينا ويبطلوا يخلونا نعرف نشتغل شيء. يعني ما في شيء من هاد عقي؟ روق لي حالك انت بقى عمي ابو جوده، وبعت لي واحد من جماعتك لعندي على البواكي، قايم لك نص شوال عدس حوراني على كيف كيوفه. يعني بصراحه عقيد، انا كنت عم اقول لحالي معقول العقيد ابو شهاب ينسانا وما يبعت لنا شيء من البواكيه تبعه؟ مالي نسيانك يا ابو جوده، مالي نسيانك، بس مر علينا ظرف صعب على الحاره انت ادري. ماشي الحال ماشي الحال، الله يرضى عليك، نبه على شباب الحاره، ما بدي مشاكل، وبالاخص وقت بتمر دوريه فرنسيه، وابن اختك معتز بالذات، فهمه يا اخي، يغض نظر، يعمل حاله ما شافه، ما بدنا مشاكل يا ابو شهاب. السلام عليكم، وراي نوريكم. وعليكم السلام. السلام. شو عقيد؟ والله الحاله صعبه يا ابو حاتم، والهيئه حاطيننا براسهم، ما راح يمرقوا لنا اياها على خير. والله يا ابو شهاب جيت الضابط الفرنساوي على الحاره مو لالله. ما اشتلقتوا عليه شلون عم يتكسمنا واحد واحد، وام كانه عم يدور على واحد بيناتنا؟ ولا شو رايك انت ابو بشير؟ ولك يا جماعه ابو جوده، تعملت فنجة مشان يقبض له كم قريش مثل العاده ابو حاتم. لا يا ابو بشير لا، كلام ابو حاتم مزبوط 100%. العين صاير على حارتنا، مشان هيك لازم نحتاط وندير بالنا، والامور كل مالها لورا. فتحية مور عقيد، روح عند اهلي على معتز وعصام، اوامرك. يا امرك مسيك عمي، هذا الدواء بتغليه وبتشربه قبل الاكل شو؟ قبل الاكل. وهذا الدواء بتغليه وبتشربه وبتاخده بعد الاكل شو؟ بعد الاكل. حلو كتير. هذا المرهم تدهم منه محل الوجع 3 مرات شو؟ 3 مرات. فرنك معوضين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو معتز؟ إن شاء الله تعلمت الصنعة على أصولها. لك هلك نوري لك، شو كنت عم أعمل أنا عند شيخ كارل العطارين؟ عم ألعب؟ أوعى، أرواح الناس بين إيديك، أي غلطة هيك ولا هيك يمكن الزلمة يروح فيها. لك لك فكرة نوري، تعال عندي إذا عم يجعك شيء لأوصف لك وصفة تشفيك على الآخر، ويمكن ترجعك شاب من أول وجديد. ها؟ لا الحمد لله ما عم يجاني شيء. لكن بس يجعك شيء تعال عندي، لا تستحي نوري. ها؟ اخي ان شاء الله ما يجعني شيء، ولا بدي اجي لعندك ولا بدي اشوفك. ليش ما اجى معك ابو جودات نوري مشان نحلق له؟ ابو جودات اليوم وبكره اجازه، وهلا انا المسؤول عن المخفر بغيابه يا سيد عصام. يا عيني عليك يا نوري، يا عيني عليك. ايه على الله، ضل انت رئيس المخفر على الله. بوف، وليش بقى يا سيد عصام؟ لا لك بتستاهل نوري، بتستاهله من زمان. اول باشتال انت بتفهم بالقانون اكثر من ابو جودات، وتاني باشتان انت عندك خدمة اكتر منه. معك حق، انا كان لازم اكون رئيس مخفر من 10 سنين. معلوم، يمكن ابو جودة واسطته تقيلة، ما هيك نوري؟ عم تحكي مزبوط يا معتز، ابن عمه لابو جودة موظف بالسرايا، وهو اللي عم يدعمه بكل شيء. اها، مشان هيك مسلمه رئيس مخفر لاربع حارات كبيرة. بس انت ما لازم تسكت عن حقك اهلك نوري، على القليلة لازم تستلم رئيس مخفر حارة واحدة. يا ريت يا معتز يا ريت. ما هو اللي كاسر ايده ورجلي ابو جودات؟ لك لا بيرضى يستغني عني، ولا بيرضى يسلمني رئيس مخفر، مع انه بيطلع بايده. ها، واقف بوشه ابو جودات، واقف بوشه. يوقف بوشك تنظر انت ابو جودات. الله يشيرني من هالمنام. معقول هذا المنام اللي شفته امبارح؟ وليش ومكرب مكرب كل قبور وحيايا وحناش سحالي. رمزي خرب بيتك، لك هيك بيفتحوا الباب يا غبي؟ سيدي رعبتني. عفوا سيدي، والله ما لي قاصد. شو بدك؟ سيدي بريد سري وعاجل جدا. بريد سري وعاجل جدا إلي؟ نعم سيدي. هات لشوف يا ابني. شرفوا سيدي. ليش واقف ده؟ عفوا سيدي، مشان نشوف اذا كان بدكم. لك يا بني ادم،
بريد سري وخاص وعاجل ولألي. أنت شو دخلها؟ يلا برا. حاضر. سيدي عود يا نوري. ما بصير سيدي. اضرب شو مقدب عود. امرك سيدي. تعرف شو كان فيه بالظرف يا نوري؟ لا والله يا سيدي. شو تتوقع؟ سيدي الله اعلم، انتو اللي بتعرفوا. امر من الداخليه يا نوري. بخصوص ايش سيدي؟ امر راح يحشر كل اهالي حاره الضبع بخانه اليك. عفوا سيدي ما عم بفهم عليكم. الداخليه طالبه مني انا حراسه الحارات الاربعه اللي انا مسؤول عنهم. نعم سيدي. ومفوضتني بتفتيش كل بيت بشك انه في سلاح. طيب شو دخل رجال حاره الضبع بامر الداخليه سيدي؟ لك نوري راح تضلك غبي؟ ما راح تفهم يا بني ادم؟ فهم بقى سيدي. فهموني. هذا الامر راح يخدمنا كثير. انا وياك راح نصير زنقيل فوق فوق فوق. فهم يا نوري شباك. ايوه هلا فهمت سيدي. بس شلون سيدي؟ راح فهمك راح فهمك يا نوري. افتحوا الابواب. دربي ست ما يرد في. مضت على خير. نقلعوا برات الحاره. البلاوي كتراني علينا معلمي. الدرك فايتين طالعين من حاره لحاره. بس هالمرة غير كل المرات. ليش شو الفرق؟ هالمرة مهتمين زيادة، يمكن عم بيدوروا على شخص مهم. أيوة قصدك عم يدوروا على واحد عنا هون بالحارة؟ لا لا مو شرط يكون من عنا من الحارة. شو بتقبرنا مختار؟ بتفتحوا أدنيكم منيح على كل شي بصير، وإذا سمعتوا اسمه بتجوا بتخبروني فورا مشان نحمي منهم. حاضر معلم. تيسروا عالدكان. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام. الله يصبحك بالخير ابو الفوارق. صباح الخيرات يا عقيد. شو وين؟ اللهم يسر مع وقت الصباح. شو حكينا لك ابو الفوارق؟ خلاص حقك علي عقيد، اعتبر السيني مقطوع. الله وكيلك ولا كلمه. يلا ديروا عليك. الله معك الله معك يا عقيد. والله عظيم وقت بشوفك قلبي بيتروح. روح ربي يحميك لشبابك. يا بطاطا يا بلوشي الناس يقدروا عليك يا بلوشي. شو في نوري؟ دوري عندك مانع؟ حكم القوي على الضعيف. يا عزيز ألف عزيز. وما انت ويا ولا وماف؟ وماف وما على حيلك. شو عدو لا؟ شو حامل معك؟ شو عم تدوروا على حدا نوري؟ مو شغلك. تعال يا ابني خدوه على المخفر. شو خدوه ما خدوه؟ شو خدوه ما خدوه؟ حرك لك. شو خدوه ما خدوه؟ لك شو فيه؟ شو فيه جاري؟ مثل ما شفت وسمعت جاري. يا ريت هالكف لأبو حاتي. يلا يبعت له كف رباني يشله شل. هيا هيا يا عم يا بيمار. أهلين عم يا عصام. يا
شو بو هالزغبي عم يتمسخر بمناداته؟ شو بو؟ شو بدك فيه لك اخي؟ شو بدك فيه؟ بدي يطلع ربي له الارنب. لا خلاص يا معتز، الزلمه بده ينادي لحتى تلتم الولد عليه ويبيع البليله. شو معها فسطه؟ يبيع البليله. استغفر الله العظيم. شو في بشير؟ شو في بشير؟ شو في بالحاره؟ وين اخذوا يا بشير؟ ابو حاتم انت ما دخلك، رجع على محلك احسن لك. شو في يا ابو حاتم؟ شو في؟ شو هذا عصام؟ كمان انت؟ هاتلك وشك عم نحلق الزبون. وين معتز انت ما دخلك، رجع على محلك احسن ما اسحبكم عن مخبر واحد واحد. ايه اه يلا احكي مع خالك معتز. احكي لاخاك يا جماعه هذا نادي يا ابو حاتم. رايح 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 يا ابو حاتم. بسيطه يا نوري بسيطه. بسيطة. لا تخاف مني. هلا بيرجع عصام بيحلق لك. شو صاير عبد العزيز؟ شو في؟ امشي معي لشوف شو بصير. لك شو عم تحكي عبدو؟ ايه والله يا معلم بلحق مشان الله شوف شو صار. فكر الباب وراي يلا. يلا. لك انا قلت لي جاي مشان تعرف شو عامل عصام وبشير معتز؟ اي نعم، ومو من حقك تدقهم بالحبس قبل ما اعرف شو عاملين. ايوه. لا حقك. ماشي. يا نوري. مرشدي. خذ معتز ونزله لعند اخوه. ليش لحتى ياخذني بقى؟ مشان تتسلوا مع بعضكم بالحبس. خذوا نوري. امشي قدامي اشوف. نزل ايدك. امشي قدامي وبلع لك. لا تقول بلع لك، بمشي لحالي. امشي. لك نوري. نعم سيدي. خذ السلاح منه يا غبي. عفوا سيدي والله هي راحت عن بالي. امشي قدامي اشوف. ايدك هيك شد حرك. وانت ولا خاطي؟ ما معك سلاح؟ لا والله يا سيدي ما معي سلاح. السلام عليكم. مرحبا. بركدا معك سلاح بدي فتشك. ارفع ايدك لفوق. ارفع. ايوه. اتشو سقط الباب سيدي؟ بعرف سقط الباب. تعرف اني بقدر احبسك يوم وليلة عليه؟ بس معليش انت بتحتاجه مشان تفوت على بيتكم. بس مرة تانية اذا بتجي بتتواسط لحدا راح دكك بالحبس معه، فهمان؟ شو بدي اعمل؟ ابوك رجال ادمي ومعدل وسمعته نظيفة بالحارة. امسك. لا قليل أدب. شب طول وعرض حامل لي كبرش بجيبته. أخ لو كان معك سلاح لكن دفعتك بلاوي أقل من أم الملحفة ما بقبل. العمى رحت دقيقة على البيت، رجعت ما لقيت الصبي بالفرن. لك هلا نعرف شو عمل ابنها. شو عامل أبو قاسم؟ قتلتيه مو عرفان يعني؟ مو وقت المناهة يا أب بشير، الله يرضى عليك. امشوا على المخفر لنفهم شو عاملين. خليك ابو حاتم، انا برو انا ابو قاسم. شرف خلصني بقى. اخر ايامه تعوى الدواء المشمول. خليكم واقفين برا شوي. شو في يا نوري؟ سيدي ابو قاسم وابو بشير جايين يقابلوكم مشان مشكلجية اللي قبضنا عليهم بالحاره. مالي فاضي يا نوري. مالي فاضي يا سيدي. هنا جايين يقابلوكم بس انا ما خليتهم يفوتوا لحتى اخذ لهم اذن من حضرتك. عم اقول لك مالي فاضي، عم بستنى تليفون من الداخليه بدهم يحكوا معي. إيه بس هدول عضوات حاره الضبع سيدي. لك شو انت ما بتفهم نوري؟ عم اقول لك مالي فاضي بعد ساعه خلص. مو فاضي يا ابو قاسم مو فاضي. لك شو ما له فاضي شي؟ عم يستنى مخابرة من الداخلية. لما بيجي تليفونه نحن بنطلع برات المكتب، هو بيحكي تليفونه على كيفه. والله ما بعرف شو بدي لكم. نوري. نعم سيدي. خليهم يفوتوا انا خلصت اتصال مع الداخلية. حاضر سيدي. تفضلوا.
زي يا ابني زي بدي مع زميلي. حمل السلاح ممنوع يا ابو قاسم. بس ما كانوا حاملين سلاح يا ابو جوده. بالله شو متمع بحاكي. وهذا الخنجر يلي كان على خصر معتز ما اسمه سلاح يا ابو قاسم. يا حبيبي وابني ليش اخذتوه يا ابو جوده؟ ابنك كان حامل البشي تبع العجان يا ابو بشير. هلا البشي صار سلاح؟ اي نعم سلاح. عرب لك ياها اذا ضربتك على راسك هلا ما بشق لك ياها. لا مال البليه. طيب شو دخلوا عصام؟ عصام كان حامل مو سلاح. نعم مو سلاح. لقى مو سلاح. لقى سلاح قاتل وفعال يا ابو قاسم. لك هذا مو سلاح لقى للشغل يا ابو جوده. للشغل جوات الدكانه. اما يحمله يطلع فيه على الحاره هذا ممنوع. والأوامر من أيمتى أبو جودة؟ من هلا ورايح. ممنوع حمل سلاح، لا خنجر ولا شبرية، حتى سكين المطبخ ممنوع تنحمل. لكن العصاي، العصاي إذا شفت واحد حاملها بدي أحبسه عليها 7 أيام. وهلا شو حلتها أبو جودة؟ أول مرة غرامة مالية 5 ليرات لكل قطعة سلاح محمولة. 5 ليرات طقة واحدة؟ أما المرة الثانية فحبس 1 شهر و10 ليرات لكل قطعة سلاح محمولة. بس المرة الثالثة يتحول الموضوع كله على المحكمة، وهنيك بيتحاكموا بتهمة معاداة السلطات وبوشن على القلعة. هيك لكان؟ اي نعم. فشو امرتوا؟ تدفعوا الغرامة ولا حولوا هن الثلاثة مع سلاحهم على المحكمة؟ وهي الأوامر من مين أبو جودة؟ مو من عند أبو قاسم. هي الأوامر من فوق كتير، ومع تعليمات فوت على أي بيت وفتشه من دون ما حدا يسألني. هلا منشان سكين مطبخ ولا مصيف جودات معقول؟ أبو بشير منشان كل شيء. الله يرضى عليكم. أنا عم نبهكم ها، منشان بكرة لا تلوموني إذا فتت عم فتش أي بيت. وهلا شو أمرتوا يا سادة؟ رح ندفع الغرامة يا أبو جودات. رح ندفعها وللكل كمان. نوري سيكولا تاع الباب. شو نص نوري؟ اخراج يلا اطلعوا من الباب. شرف عصام. شرف صبري. والشاب بده يطلع معنا؟ بلا معكم، خالك دفع الكفالة كاملة. الله يخلينا يا ابو قاسم. وإجازة كل واحد مفتري. اسمعوا شو راح أقولكم. هلا بتطلعوا معي لفوق على المكتب، تكتبوا تعهد على حالكم انكم ما تحملوا سلاح بقلب الحارة، مفهوم؟ لمونا نحمل السلاح بالأول. يلا تحركوا. شرفوا شرف. الله يكفيك أسركم يا رجال. السلام عليكم. سلام. عبد الله على السلامة يا رجال. الله يسلمك. على السلامة يا ابو بشير. الله يسلمك. شو صار معكم؟ شغلة فاضية. الله يلعن نوري ابو جودة سوا. اي والله الواطي. تعال احكي لك. تعال ابو العز. الله معك يا صار. الله يقدرني العب فيكم مثل ما بلعب بحجار البرجيز. نيم هاد وموت هاد. بليلة بليلة بلبلوكي وعالمخفر أخدوكي وفلقة طعموكي يا عزيز اهفي كل واحد غليل. تعال يا بي. خلاص هذا أبو غالي ما حينهي على خير بيننا وبينها. لازم تعليع من الحارة يا رجال. ايه أبو بشير. ايه ما حكيت لنا شلون طلعتوا الشباب؟ أنا هلا واصل على البيت. هي أبو قاسم بيحكي لكم. السلام عليكم. امشي بشير. السلام ورحمة الله. السلام. ايه أبو قاسم شلون طلعتوا الشباب؟ قديه؟ سيك هاي حصتك. شو هذا سيدي؟ ليرة. شو مو عاجبتها؟ ليش قديش قبضتوا منهم سيدي؟ بالله بدك تحاسبني نوري؟ لا عفوا سيدي. بس بس شو؟ بس قصدي انه عوض ما نسلم كل هاي المصاري للداخلية مناخد شوي نحنا منهم سيدي، ومنقول لهم انه كمشنا واحد عوض الأربعة. وهيك راح يصير. بس ما راح اعطيك غير ليرة واحدة. ها سيدي زودنا اياهم شوي الله يخليك. لك يا نوري يا نوري انا عندي مصاريف برانية كتير يا اخي. انا رئيس مخفر 4 حارات وعندي واجبات والتزامات عزايم وحفلات ولازم منه. بعدين
بعدين بتقبلها يا نوري يقولوا عني بخيل ومعموم بالواجه؟ لا والله يا سيدي، انا ما بيهون عني. ايها الله يرضى عليك. بقى روح اكتب محضر وحطه باسم واحد بس، بعدين اذكر بالمحضر انه ما طلع معه مصاري ولا في سلاح، مشان هيك اخلينا سبيله. وبيرضوا سيدي؟ بيرضوا. اكتب لقينا معه سكين مطبخ، رايح يشحزها شحز. شو مساوي سيدي؟ يشحزها يعني يجلخها. امر سيدي. يسر. اسمع. نعم سيدي. لا تحط بالمحضر اسم حدا من حارة الطبع، خليه اسم وهمي، ما بدنا نحط علينا وحده يا نوري. حاضر سيدي. يا مو بعيد الشر عن الله. الحمد لله على سلامتك يا تقبرني. سووا لك شيء يا مو؟ لا يا مو الحمد لله منيح. انا ليش اخذوك ابن عمي؟ ما في شيء، شغله ناكته. يرضى عليكي، ساوي لنا لقمه اكلنا كلها. على راسي عمي. ايه الله يخلي لنا اياك. معلش اليوم تخلي بشير قاعد بالبيت. تكرم عينك بشير، خليك مع بنت عمك اليوم، انا بكمل الشغل عنك. الله يخلي لنا اياك. يلا جميله خلينا نلحق الغدا، يلا تقبريني. يا حي الله ابو شهاب، يا حي الله عقيد. الله يعزك يا ابو حسن، الله يعزك. تاخرت، غدي قلبي عليك. هلي من الصبح عم دور عليكم بس انتم غيرين مطارحكم. خير شو القصه؟ قلت امبارح هاجمتنا دوريه فرنساويه، استشهد من عندنا شابين كل واحد مثل الورده رحمه الله عليهم. وهن قتلنا منهم ثلاثه والجرحى لا تعد. بس اخي ابو شهاب، كاني في حدا بيعرف كل تحركاتنا. شو هالحكي؟ مثل مين؟ ما بعرف يا ابو شهاب، جونا على غفله. صرت حس انه بيعرفوا كل مطارحنا، لهيك صرنا كل ليله نغير مطرحنا، وهذا الشيء اللي خلاك تتعذب. نحن عملنا هيك من شان ما يصير فينا مثل ما صار فينا اول امبارح. الله يدفع البلاء عنكم ويحميكم بجاه النبي. المهم يا ابو شهاب، بدنا شويه مصاري لانه بدنا نشتري سلاح جديد وقوي غير السلاح اللي عنا. شو هو هذا السلاح يعني يا ابو حسان؟ رشاش ألماني بيطير العقل. شو بيلزم حق هيك رشاش يعني أبو حسن؟ كتير يا أبو شهاب كتير. بس إذا صار معنا كم قطعة من هالرشاش لخلي لك الفرنساوي والول والول. لا تهكل هم أبو حسن، بإذن الله رح أجمع لك حق وقد ما غلي تمن. كفو يا أبو شهاب كفو. بس هذا الرشاش من وين بدك تشتريه؟ بس يصيروا المصاري جاهزين رح روح أنا وياك عقيد ونشتري سوا لعيونك. وشو مشان إخواننا بفلسطين؟ المساكين مو طالع بيدهم شيء، الانجليز خانقينهم خنق، ليك ما عم يقدروا يدخلوا ولا باروده وحده. والحل ابو حسان؟ والحل بدنا نطول بالنا، بس باذن الله ما رح نتركهم لحالهم. اليهود كل مالهم عم يتمدمدوا يا عقيد. يعني ما في حدا عم يجي من الثورجيه لهو؟ ولا واحد. بس هيك ما بيصير يا ابو حسان، ما بيصير. لازم نلاقي طريقه نامن لهم سلاح. لا تخاف، إلا ما لاقي حدا أبعته لعندهم ويشوف شو محتاجين. ضروري يا أبو حسن ضروري. لا ابو جوده، الشيء اللي عملته بالشباب كان من تدبيره. لا ابو شهاب، انا كنت عم نفذ الامر يلي اجاني من الداخليه.
الأمر اللي إجاك على السلاح الناري مو على البشقي تبع الفرن وعلى سكينة المطبخ وعلى موس الحلاقة. وحياة معزتك مو صحيح هذا الحكي يلي إجاني على كل سلاح. أنت ما رح تفهم علي لحتى نزعل من بعضنا. ولو يا أبو شهاب ما بيهون علي زعلك بنوب. أنا هيك شايف أخي. إذا الموضوع مشانك اطمع، حط خنجرك على خصرك واطلع بالحارة. أنت لوحدك خص نص، أما غيرك لا. أيوة، وشو المطلوب مني هلا؟ في موظفين بالداخلية جاي مشان يعملوا كوشان لكل واحد بالحارة ويلزقوا له صورة جديدة فوق كوشانه. مع صورة قلت لي؟ اي نعم. فبدي منك تسر لي الأمور وتنبه على أهل الحارة ما حدا يغادر الحارة بتاتا. وامتى جايين؟ انتوا لسه ما اجى دوركم، بس يجي دوركم أنا ببعت لك نوري خبرة، يعني الشغلة بدها كام يوم. خير إن شاء الله. والشي الثاني يا أبو شهاب، يعني ما عدنا شفنا شيء. مثل شو؟ يعني انت طول عمرك مسوي ومفضل على المخفر، تبعت لنا قمح عدس الذي منه للشباب نشفت ابنه. ايه تكرم عيونك ابو جوده، تكرم عيونه. ايه ها، انا قلت لحالي ابو شاب ما راح ينصع ناصر المخفر من موت الشتويه. ton travail est nul Hamdi. On t'a employé avec nous. On t'a appris le français. Pour que tu nous donnes des informations utiles. Et je t'avertis, pour la dernière fois, que tu es consacré au quartier que tu dois surveiller. Entendu? D'accord, Sylvain, d'accord. Allez, dégage. Amis, monsieur. Allô? Passez-moi la prison de Damas Centrale. Tarak, Mahdi! Tarak! Fouillez! أهلين أبو العز. أهلين عم يا أبو حسن. كنت عارفان إنك أنت رح تيجي لعندي. لك على راسي والله. خلينا نحكي كلمتين على السريع مشان ترجع بسرعة الحارة قبل طلوع الشمس. إيه أمرك. يلا شري. ريحوا الخيل وبعدين طعموه. لعيونك عم يا أبو حسن. قول له لأبو شهاب إنه جماعة فلسطين إجوا لعنا، والسلاح رح يكون عندكم بالحارة بهالكم يوم. ماشي يا عمي. وهذا سلاح ما رح يمر على الطريق القديم. لك من وين يروح عمي؟ رح يمر على طريق جديد هن محددينه. ايه بس لوين؟ لصلخب. والجماعة رح يوصلوه هن بذاته لفلسطين. طيب شلون بده يفوت سلاح لعنا على الحارة عمي؟ ولا يهمك، في مين رح يجي لعندكم يخبركم شلون وامتى رح يدخل على الحارة. مش يا عمي. بس في شي مهم كتير، السلاح ما لازم يضل بالحارة أكتر من يومين. حفظتها هي يومين. وقل له في ضيف عزيز كتير عليه وعده يزوره بالحارة. مين هو عمي؟ اسمه أبو طوني، هو بيعرفه. بيوصل عمي بيوصل، كل شي رح نوصل له. السلام. الله الله الله، عافي عمي فارس. أهلين، الله يعافيك. نعم، ليش يا هي؟ خير شبك، بدي أحكي معك كلمة. شو هالكلمة؟ عمي فارس، بدي أحكي لك شو صار اليوم بالحارة. اما شو حكايه على كيف كيوفك رح تعجبك، ما في كلام. والله شو لك ليك ليك عبدو، تحمل حالك وبتروح من هون على بيتك رقد، لاني ما فاضي لا لا قصصك ولا الحكايه. يا روق 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 روق، بحكي لك اول الحكايه، اذا عجبتك كمل لك اياها، ما عجبتك اخي قلعني قوم دغري من وشك. عبدو قوم اتحرك لشوف وهم كلقتي. نايم وقت عملك يا فارس. يا سيدي ليك بسهرة. اسكت، انا شايف النعاس بعيونك. اعوذ بالله يا سيدي، طلع على عيوني كل عين قد البقره مفتحه. اسكت. وانت العدو شو عم تساوي هو؟ ما في شيء، عم بتسلى هيك مع فارس. عم تتسلى مع فارس ولا عم تطلع شغله؟ لا اعوذ بالله سيدي، شو عم اطلع شغله؟ اسمع لك، اذا بشوفك هون مره ثانيه راح اخذك على الحبس فورا. تحرك على بيتك يلا، تحرك. امرك امرك فارس. نعم سيدي. اذا بشوف هذا عبده عندك مره ثانيه راح اعاقبك، مفهوم؟
حاضر سيدي انا معك. بس ولا كلمة. كيف الوضع بالحارة؟ في مشاكل؟ لا كله تمام سيدي. دير بالك على شغلك. حاضر سيدي. وراي. شو هالحصد علي؟ ما عرف يجي ابو جودة لعندي الا وقت شاف عندي حدا قاعد وعم يغيني. حظ. يا ربي وين راح معتز بدون ما يقول؟ وين راح؟ يا ربي دخيلك شو ساوي؟ مرحبا عمي ابو فارس. معتز اهلين لك ابني. خير وين كنت لهلا برات الحاره؟ والله كنت سهران عند جماعه اصحابي هيك واخذنا الوقت شوي. لا معتز لك ابني هاي السهرات ما بيجي من وراها الا وجع الراس وعلة القلب. لا تخاف عمي لا تخاف، هدول جماعة قبضايات وبيعجبوك. لا تقلي قبضايات ولا تقلي بيعجبوك. لك معتز ليك ولك ابني انا في عندي ولايد بعمرك هذا لفي على شلة وقضاها كلها على سهر ومشاوير، والله وكيلك ورتهن بكل قصة الى اول ما لآخر، ولولا ستر الله كان رافيا. لا تاكل هم عمي، انا صحيان وعيان لهيك شغلات. اسا بيقول لي صحيان وعيان، لك ابني وقت بتصحت اجراك ساعتها بتصير تصرخ وبتقول حقوني تعوا شيلوني من هالورطه. لا اله الا الله. وهلا عمي شو المطلوب مني؟ بدي اياك يا معتز لبقى تتاخر بالليل برات الحاره وتنطب ببيتك على بكير. حاضر. وكمان بدي اياك عمي ابو فارس. خلصت ما عاد بدي شيء لك ابني، خلاص روح الله معك ويبعد اولاد الحرام عنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو هالجيل هذا لوك؟ كنت النصيحة بجمال صارت النصيحة فضيحة. نمر نمر أبو العز الله يعطيك العافية. روح رقد لعند أمك لأنه غليان قلبه عليك. تصبح على خير خالي. وأنت من أهله. وين كنت لهلا؟ شو لساعتك فايقة يا مو؟ ايه لساعتني عم بسألك وين كنت لهلا؟ يا مو كنت عم تخاطر، يعني هيك صرنا سهرة وتقلنا فيها ما حسيت بالوقت. وليش ما قلت انه رايح لعند خاطر؟ ما خطر على بالي. ما خطر على بالك؟ وانا اللي قاعدة وقلقانة عليك وعم اقول وين راح الولد؟ لا يا مو، لا يا مو، انا مالي ولد صغير. لا ولد وستين ولد كمان. امرك يا ام عصام يا ست الكل. ان شاء الله سامحيني، ببوس رجلك تسامحيني. بدك تاكل؟ لا، تعشيت عند ابو حسن. مين هذا ابو حسن؟ خاطر يا عمو، خاطر، نحن بالحارة بنقول له ابو حسن، يلا تصبحي على خير يا عمو. وانت من اهله تقبرني. خير ابو الفوارس؟ الصراحة يا عقيد جاي افتلك على ابن اختك معتز. خير شو سوا؟ لك امبارح ما اجى على الحارة لبعد نص ليل. لا وين كان؟ قال كان سهران عند رفقاته. ومين هدول رفقاته؟ من برات الحارة يا عقيد، شباب ولاد ادم. اخص عليك يا معتز. بقى يا عقيد انا حبيت بري زمتي وقل لك مشان مرة تانية ما يتأخر على الحارة. كتر خيرك يا ابو الفوارس، الله يعطيك الف عافية. ايه شو كمان؟ بكرة قبل الظهر بساعة جاي جنازة وحدة حرمة وفيها سلاح. حلو، امتى بالضبط؟ أنا بكرة قبل ما تجي بساعة بيجي على حارتكم بخبرك على وصولها. خلاص، اتكل على الله. أمرك بسيط. الله بيب بيب تعزى يا بيب بيب تعزى يا بيب. يعني سلاح بقلب التابوت. ولأنه بيت بالحارة بكون فوتوها عليه أبو حاتم؟ والله ما عرفنا لهلا يا ابو قاسم لانه بيت. انا بالله على بيت الداية امزكي. شو؟ امزكي؟ ايه يا ابو قاسم، امزكي ما حدا بيشك فيها، لانها حرمه وعايشه لحالها. مين اللي بده يخبرها انه جوات السحليه في سلاح؟
أنا. فهمي علي يا أمسكي كرمال النبي، رح نقول إنه أختك من أبوكي ومتجوزة بدومة وماتت. يوه، ماتت بدومة وجاي لعندي لهون على البيت؟ إيه، جابولك إياها مشان تشوفيها وتودعيها قبل ما يدفنوها بالتربة. يوه، يبعت لي حمى إلهي، بس الله يخليك يا أبو شهاب، والله أنا مخاف من الميتين. كرمال الله يا أمزكي، هلا ما في وقت للأخذ والعطاء، بدك ولا أحكي مع غيرك؟ إيه، أمرك شو بدي أقول؟ يلا خاطري. مع السلامة. يعني شو بدك يكون في بالنعش غير ميتين؟ كشفر وبعيد، كشفر وبعيد يا لطيف. وش يا عبدو؟ شايك نصر شايك، لا تعيل. كل مراسك لجوه بيوت على علم. وعليكم السلام. بدي أهل الحارة كلهم بكره يستنفروا بالمصلبة قبل صلاة الظهر. على عيني يا أخي. وخدر الشيخ عبد العليم، بدي اياه يكون حاضر على عين العالم لما بتفوت الجنازة على الحارة، بركي اضطرينا نفوت النعش على الجامع ونصلي عليه. مش يا أخي. سلمون عبدو. وإيديك شبو عبدو؟ مقروب. مشان ليش لهلأ ما جوز؟ يلا تكبير يلا، قال له يملي هالفكرة من راسه يومين، يلي فينا مكفينا. بكرة بس تهدى الأحوال وتروق أنا من حالي بجوزه. الجنازة على الطريق يا أبو حاتم، جهزوا حالكم على السريع، ما حد إلا اتصال. صلت سلام. مر معلم على السريع لعند العقيد، قلوا الجنازة رح تصال. ليش مين مات؟ بنت اخته. لا عم لك انت شو بدك بمين مات؟ روح امسكي. لك وين رحت عني؟ امسكي. فرمي لا بورت فيت، اغلقوا الباب بسرعة. شو القصة صاري؟ الله يستر يا أبو حاتم. دينا كل بيركيزيسيون. أيها السادة، معزية، سنفتش كل منازل الهارة بيتا بيتا، وأرجو المساعدة، وأرجو أن تذهبوا إلى بيوتكم. هيا يا ساتر. شو في يا بارز؟ تفتيش تفتيش. شو؟ شو في يا بابا؟ يامو لا تطلعي لبرا، لا تطلعي لبرا. بالك عليه. شو في يا مو؟ شو في؟ جاي متي نزل ويا كتشو البيت مسك هذول فوتي لجوا. فوتي اهو. شو في على الارض؟ يلا خايف خايف. يا رب يا رب استر يا رب. خير؟ شو في؟ تفتيش تفتيش. ايه طول بالك. يلا يلا. تفتيش عليك. يلا خذوا هيك يا حريم. وفي فتحتوا فتحتوا. فوتوا فتشوا وين ما بدكم. ديت. مشان الله ما تهزينا يا اختي. صبر جميل والله المستعان.
Fouillez partout, dans toutes les chambres, dans les coins, partout. Allez, vite! Perquisition. Jaa! Fi harim! Ma'al makba. هلا فتشوا. اوكي. يان كابتن. سوي ما. رحمة الله وبركاته. خلي معك، بتعرفي توصي فيه؟ ايه بعرف، مو من هون؟ بس حطي اصبعتك هي هون ورجعي الديكات لورا، هيك صار بيقويس. ناوليني الميتان اقوام على السريع. امرك ابن عمي. اوفري لا بورت. افتحوا الباب. الكابتن يسأل ما هذا؟ هاي حرمة ميتة جابوها أولادها مشان تودعها أختها ساكنة عندنا بالحارة. ميتو لو بارتير. ضعوه على الأرض. عم بقول لك هاي حرمة. أوفري لو. شو على ورا؟ بعد هيك أنت وياه ولادك. بعد ما بدي على هذا التابوت. هذا التابوت فيه عرضنا وشرفنا اللي ما بنبيعه لحدا. واللي بده يجرب يفتحه بيكون عم يفتح قبره بايده اي مكان يكون. الحرمة ما بينكشف عليها. ارواحنا بتروح وما بنفتح التابوت. عناصر انسحاب. هاجروا يا رجال. لا اله الا الله. لا اله الا الله. العز روح شوف رجال. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. يلي بده يتحدى هي الحارة من قدة. في مين بيحمي الدار بالحق يسون حدا. خلوا الست مسكي تودع أختها على راحتها. يلا يا رجال. يلا. أبو العز. فوتت الدرك على وصول الجنازة. في إنا يا جماعة، في إنا. شلون يعني عارفين؟ أم كأنه في حدا بيعرف بقصة الجنازة والسلاح، لأنه تفتيش الحارة بهالشكل خلاني شك. في حدا بيعرف إنه جاي سلاح لعنا على الحارة. يا
يا اما امر سلاح مفضوح والدرك بدو يفتشوا كل حارات الشام وبلشوا من عنا من الحارة. والعمل عقيد. بدنا نفتح عيوننا على 24 لبينما يجوا صحابين السلاح وياخدوه. وامتى جايين اخي؟ يا بكرة يا بعد بكرة. معناته لازم نبعت حدا لعند امسكي يشوف شو عملت بالسلاح. نبعت حرمة لعندها على البيت تشق عليها وتفهم منا شو ساوت بالسلاح. تصرف انت اخي ابو قاسم بمعرفتك. يلا اخي ياخ يلا. دق اخي دق كمان. وين راحت؟ لك وينك؟ شو كنتي نايمة؟ وهي هي كل القصة. بس والله ارتعبت يا سعاد، سقط القلب تبعي. لك شلون بدهم يوصلوا سلاح للسوار يا ام زكي؟ لازم ياخذوا كل احتياطاتهم، مشان هيك لفوا سلاح بالكفن. ايه بس مو هيك قال لي ابو شهاب، مو هيك قال. ايه قومي قومي لخبي سلاح انا وياكي بالبير، وبعدين بتحكي لي كل شيء صار معك. قومي امشي. والمخفر تبعي مسؤولا عن 4 حارات كبيرة. اكتب اسماء الحارات يا نوري. حاضر سيدي. حارة الضبأ، حارة ابو النار. لذلك اطلب من سيادتكم ارسال عناصر جديدة إلينا، لأنه عناصرنا ما عم يكفوا. شو يا نوري؟ لأنه عناصرنا ما عم يكفوا سيدي. أيوة. وخصوصا في هالأيام هذه المشاكل كثيرة. شو يا نوري؟ المشاكل كثيرة. لذا أرجو من سيادتكم قبول طلبي إليكم مع فائق الاحترام والتقدير والتبجيل. رئيس المخفر، اكتب اسمي وهات الوقع. شرفوا سيدي. ايوه اختموا. شو هاد سيدي؟ شو هاد؟ شو التوقيع هاد؟ ان شاء الله ما يبلى. اي والله تقولوا توقيع وزير الداخليه مو هيك سيدي؟ ليش لا؟ كل شيء ممكن يا نوري. بتستاهلوا، والله بتستاهلوا سيدي. لمين رح تتركوا مخفر بعد ما تروحوا سيدي؟ اكيد مو لإلك. ليش سيدي؟ لانه انت مو شغلتك، ما عندك حس بالمسؤوليه لهذا المنصب مثلي. سيدي دبرونا يا الله يخليكم. هلا قبلنا من السيره هلا. بكره من الصبح تاخذ هذا الطلب وبتنزل فيه على الداخليه، بتسلمه للديوان وبترجع لهون فورا. حاضر. هذا طمعان يقعد مطرحي ياخذ الكرسي تبعي. ماشي يا نوري. الكل على بيوتهم. اشوف ما بده يشوف حدا هون بالساعه. بدنا نتحركوا. خير خير. شو في جماعة جايين يسووا حصايا في حاتم، وأنا خبرت العقيد أبو شهاب بهالشيء. حصايا شو؟ عايزين بدهم يعرفوا قديش كل عيلة فيها أولاد، وكم واحد فيها، مشان يعرفوا قديش عدد سكان الشام. ياه، وشو المطلوب منا نحن؟ كل واحد يصرح عن أفراد عيلته، واسم كل واحد فيهم، من كبيرهم لصغيرهم، ممنوع حدا يتكتم على ولد من الأولاد بنوب.
ونحن شو رح نستفيد من كل هالشيء؟ ماشي يا مرزو، يلا سكر دكانتك وامرنا الله. يلا يا رجال كل واحد على بيته، سكروا المحلات بسرعة. يلا يا رجال. يلا يا بشير خف لي ايدك. تيسر يا ابي تيسر، انا بدي اعزل بيت النار. ايه مثل ما بدك. يلا ها. ولا تفضلوا يا سادة، الحارة بتصرفكم. خير ابن عمي، ليش جاي بكير؟ في لجنة عم تحصل اولاد بكل عيلة مشان يسوون دفاتر عائلة. ايه بس ابن عمي، نحن في عنا خانة لعائلتنا. مزبوط، بدهم يعرفوا قديش صار عدد اهالي الشام هلا، واذا في ولد مو مسجل بالنفوس بيسجلوه على عيلته. ايوه جميلة، ركبي الشاي يا جميلة. أنا أرملة من 22 سنة سيدي. شو اسمه جوزك يا أمزكي؟ جوزي اسمه المرحوم أحمد. شو اسم عيلته؟ عيلته الفكهاني سيدي، الفكهاني. سجل يا ابني، أحمد الفكهاني. أحمد الفكهاني. عندك ولاد حجة؟ كان عندي ولاد، بس عطاك عمره وتن كان عمره سنتين ونص وعشر أيام. الله يرحمه. وأبوكي شو كان اسمه يا أمزكي؟ الله يرحمه، أبي كان اسمه حسين سيدي. وأمك شو كان اسمها يا أمزكي؟ وشو بدك باسم ميمتي أبو جودة؟ ما بيصير من غير اسم أمك، لا تضوج الله يرضى عليك يا معتز. لا مو لازمك اسم أمي، مو لازمك. حسبي الله ونعم الوكيل. احكي لك كلمة بدي أسيب، عندي 100 شغلة شغلة يا أخي. ما فيها شيء يا خالي، ما فيها شيء. شلون ما فيها شيء خالي؟ هي كبيرة كثير خالي. لازم يعرفوا اسم أمك وأخواتك الصبيان والبنات شي. أخواتي البنات؟ لا، هيك ما بيجوز النوم خالي، ما بيجوز، هي سخينة كثير. هلا فوت لجوا يا خالي، الله يرضى عليك. شلون هيك؟ فوت لجوا. لا حول ولا قوة إلا بالله، سجل أخي سجل. اسم الزوجة سعاد بنت عطا، واسم امها بدرية بنت حمدي. عطيها اسماء البنات يا ابو قاسم. حاضر. عندي سبع بنات الله يخلي لك. ما شاء الله ما شاء الله يا ابو حاتم. حول عافيتك ان شاء الله. ايه سيدي، شو اسم المحروسة الكبيرة؟ الكبيرة مرت العقيد ابو شهاب. عرفنا عرفنا مرت العقيد ابو شهاب، بس شو اسمها يا ابو حاتم؟ اللي اصغر منها اصغر منها بسنة. والثالثة ابو حاتم؟ اصغر منا بسنه ونص. حسبي الله ونعم الوكيل، لا كثير رح نبسط بحالك كل اليوم نحن. شبك شبك ليش عم تعصب؟ هلا بحكي لك اسمائهم كله. خلصني بقى. الكبيرة اكبر وحده اسمها شريفة. سجل اخي، الكبيرة شريفة. لا تعيط، ذكر لأمة الله لا تعرف اسم بنتي. ماشي، والثانية؟ الثانية اسمها حميدة. خلصنا ابو حاتم، شو اسمار عسكرية الشغلة؟ شبك قلت له اسمها حميدة. حميدة قلت له. سجل حميدة. والثالثة ابو حاتم؟ الثالثة اسمها افتكار. السلام عليكم. اهلين بالقضايات. وين منلاقي بيت العقيد ابو شا؟ شو بدك منه بلا صغراء؟ انا عمو ابو حاتم. بدنا نبيعه بعيد امل، احنا اللي عنده على البواكير، شغيله قلنا بتلاقوه بالحاره. وصلت عندي، شرف معي تا. لا شرفوا. اهلين بالقضايات. يا سلام عليك. يا اهلين يا ابو احمد، يا اهلين برشاد، تفضلوا تفضلوا. الله يزيد فضلك يا ابو شهاب. طمني، شو اخباركم مع اللي ما بيتسمم؟ والله عم يضايقونا يا ابو شهاب، الدوريات طياره هلكتنا. الله يقويكم عليهم يا رب. باذن الله منصورين، ما بيضيع حق ورام طالب يا ابو حاتم. وان شاء الله ابو الياس وجماعته عم يدعموكم. والله والسبع تنعام منك ومنهم يا ابو شهاب، نحن اصلا صامدين بمعيه الاجاويد. ما في جود بوجودكم عمي. انتوا اللي علمتونا المراجل والكرم، واللي بيجود بروحه كرمال ارضه شانه عند الله كبير. المهم ابو احمد، امتى بدكم سلاح؟ نحن بكره الصبح جايين ناخد سلاح من عندك ابو شهاب. وشلون بدكم تاخدوه؟ رح يفوت على الحاره طنبر مليان زباله، يوقف قدام البيت اللي فيه السلاح.
ايه بتحطوا السلاح على الطنبور تحت الزباله. مشي. ولما بتغيب الشمس بدنا رجالك تلاقينا برات بساتين الكسوه على مفرح رجالنا. تكلنا على الله. يلا بالاذن منك. لوين؟ بدنا نروح نلحق الرجال. ما بصير تروحوا قبل ما نتغدى. بس ما بدنا نتاخر على الرجال ابشار. ما بتتاخروا باذن الله ليكون البيت قريب من سلوه لقمه على حالك وبتتيسر. شرفوا. حياك ابو احمد. تفضلوا. من على بكره الصبح بتكون مزروع جنب باب الحاره ناطر طنبور الزباله. بتاخده بطريقك على باب بيت الداي امزكي. لعيونك خالي. ما بدي حدا يشتلي من اهل الحاره انه هذا الطنبور شو فايت يساوي جوات الحاره. لا تكن هم خالي، مستوره باذن الله ما حدا رح يشتلي. عقيد؟ واذا اشتلقوا؟ ما هو طنبور زباله وفايت على الحاره. بس يا عبدو هذا الطنبور غريب عن حارتنا وعن كل الحارات اللي حوالينا. ايوه هلا فهمت عليك عقيد. وانت وخاطر بتسبقوا لمعتز لبيت الداي امزكي، واول ما يصل الطنبور بسرعه البرق بده يكون السلاح مخبى تحت الزباله وبوشكن على باب الحاره. مش عقيد. وما بتتركوا للطنبور لتأمنوا عليه انه طلع من باب الحاره. شو عم فهمكم؟ نحن بامر عيونك خالي. يلا قول والله. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ليش خالي اذا اخذنا بشير معنا؟ لا شو عليه خالي. يا فتاح يا عليم يا رجاء يا كريم. صباح الخير يا ابو مرزوق. اهلين عمي المعتز، الله يسعدك. الصباح حلو. شباب انت روح لبيت امزكي. يلا يلا صغار يلا روح. شر الحكام وظلام ولاد الحرام يا حظ. يلا يلا اليوم بعد المغرب راح يكونوا الرجال ناطريننا بالكسوة على مفرق حرجلي والعادلية. مو راكد. مشان هيك الشباب لازم يكونوا كلهم جاهزين. جاهزين عقيد. مثل مين؟ عبدو مسلم ومعتز وخاطر وبشير. ومين غيره؟ وبطلع معهم اذا بدك. ما بكفي المشي كله بالليل والطريق طويل والسلاح لازم يصل على صلخه قبل طلوع الشمس. طيب مين بدنا نجيب؟ فتحيه مور عقيد. روح نادي لي العصام ومعتز بسرعه ورياض. امرك عقيد. وقاسي مور اخي. بدي من عندك من الحمام ابكرم المكيس والاميني مشان ابعتهم مع الشباب. مشي اخي. قبل العصر بدهم يكونوا جاهزين يا ابو قاسي. رح يكونوا جاهزين. وبعد اذن العضوات بدي شوفي معكم سلاح وزعوا على الشباب مشان لا سمح الله اذا صار ما صار معهم على الطريق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شري مور عقيد. تعرف تركب خيل؟ على كيفك عقيد. قبل العصر بدي ابعتك مشوار انت وشباب الحاره. وانا جاهز. بس ما سالتني لوي. مو عيب. العقيد ما بينسال. العقيد بيأمر ونحن بننفذ. انت بعتني على الموت وشوف. الله محيي اصلك يا طيب. مرحبا. يا رب يا رب طمني عنهم يا رب. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا يا رب. يا جميل بارك مبارك بالصلاه على النبي. اهلين ابو مرزوق. شو صار الشاي عندك؟ حليت البركه يا فتحي. ايوه مور عمي ابو حاتم. هاتوا كاسه شاي لعمك ابو مرزوق على السريع. على راسي انت وعمي ابو مرزوق. شلونك اليوم؟ ان شاء الله مبسوط. اهلين جاري. الحمد لله. مشان ما تتعطل القهوه. خير ما عملت. الله معك يا ريا. السلام عليكم عمي ابو حاتم. عليكم السلام. اهلين عمي. هاي البيضات من معلمي ابو حمزه. هي على عيني انت ومعلمك. يسلموا ايديك. حطهم جوابي. حطهم. شكرا. فتحيات الارجيله على السريع.
يا رب. ايش رح يفرح العقيد ابو شهاب لما بيعرف انه سلمنا واستلمنا سلاح بالسهوله؟ قديش بقي لنا لنوصل على الحاره شباب؟ هانت عبدو هانت، ساعتين ثلاثه بالكثير. ان شاء الله بتكمل معنا ونوصل على الحاره. يا رب. شباب بليلة بلبلوكي والسوق دائر وما عم يجابروكي ومبارح صبي حمام شغلوكي يا عزيز ألف ليرة انجليز. شو وينو عصام تارك دكانته مفتوحة ورايح أبو حاتيم؟ عود عود هلا بيجي، شفته رايح هو وأخوه مدري لوين. إن شاء الله ما يطول علي هو وأخوه. ليش بدك منه؟ بدي عصام يحلق لي دقني وبدي معتز يوصف لي شي دواء لرجلي. خير؟ عم يجعوني ركبي ابو حاتم. ان شاء الله راح الشر يا ابو محمود. الله يسلمك. يلا بسيطه، هلا رح بطلب لك كاسه شاي. ان شاء الله ما يطولوا. ايه وشو في وراك يا ابو محمود؟ ما في شي مستاهل، دكانتي مسكره من مده وماني سائل عنها. ما عاد في جلاده للشغل ابو حاتم. لسه شباب ابو محمود؟ راحت علينا. ان شاء الله العمر الطويل يا ابو محمود. فتحي، لك فتحي. مور معلمي، هات كاسه شاي على السريع لابو محمود وفيها قرفه. على راسي. وينو شغيلك مسلام؟ بعدته على المزويه جيب لي شويه اغراض. قمت جبت فتحي مشان ما يتعطل الشغل. وما تروح انت تجيب اغراض القهوه؟ اليوم هيك حاسس بدني مخستك وما عندي جلاده. سلامتك ابو حاتم. الله يسلمك. لكن هلا بس يجي معتز خلي يوصف لك شي دواء لتعبك ابو حاتم. وهو هيك ان شاء الله، اول ما يصل معتز بدي خليه يوصف لي دواء غصب عنه. فتحي عجل لي بكاسة الشاي تبع عمك ابو محمود. روح يا ابني على الفرن جيب الخبزات. حاضر سيدي. مرحبا ابو مرزوق. اهلين عمي نوري. حط لي لابو جودات كم رطل بطاطا وكم رطل خيار وكم رطل بندوره ورطل واحد كوسه، بس هلا ما في مصاري. هو بيحاسبك. تكرم عينك وعين ابو جودات. حاضر سيدي، على البيت أوام لعند بيت سيدي أبو جودة. أوام بسرعة. معقول يا نوري؟ معقول هذا الحكي؟ ساعتين لحتى تجيب لك كم غراض؟ هلا المرة بيكون فاير دفا مثل طبق يا أخي. والله يا سيدي مو بإيدي هذا التأخير اللي صار. شلون يعني مو بإيدك؟ يعني سيدي تأخرنا شوي عند أبو بشير بالفرن اللي أخذنا الخبزات، وعند أبو مرزوق وعند أبو حاتم. لك لشو كل هاللفة يا نوري؟ والله يا سيدي ما بعرف شو بدي أقول لك، شفت لك الحارة فاضية، يعني ما فيها شغيلة أبدا. شلون يعني فاضية؟ سيدي يعني ما في شباب، يعني لا شفت بشير بالفرن ولا عصام ومعتز بالدكان ولا رياض وحتى مسلم سيدي مو بالقهوة. في عواضه هذا الشاب فتحي اللي بيشتغل عند أبو شهاب. لك شو عم تقولك نوري؟ هذا اللي شفته يا سيدي. روح اجمع لي العناصر فورا. مشان ايش سيدي؟ مو شغلك، حرك. حاضر سيدي. شباب حارة الضبع
وين بيكونوا راحوا؟ شبنا سعاد شبنا، شو صار يعني؟ قلبي نار يا أخي قلبي نار. قلنا لك راحوا مشوار صغير وهلأ أبو ساعة الزمن بيكونوا بالحارة، خلصنا بقى. ما بعرف ليش مالي مطمنة، بوس إيدك روح شوف لي ياهو. وحدي الله يا سعاد وحدي الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. خلص فوتي اطبخي مشان بس يجوا هلأ تتغدي أنت وياهم. أخي مشان الله رجع تطمني. على عيني أختي على عيني. يا رب يا رب ترجع لي ياهو سالمين يا رب. طور عصام ومعتز ابو حاتم. يلا يلا ابو محمود فتحي. مور عمي ابو حاتم هاتوا كاسه شاي كبيره على السريع. يا ابو حاتم بقيت شاي وقهوه ابو حاتم. يلا يلا ما بقى الا يجوا. رح يقدم العصر ابو حاتم. شو وراك يا ابو محمود شو وراك؟ ولا شيء. خلاص عود عم نتسلى انا وياك، ان ما حلقت اليوم تحدي ابو كرام. قلتك انا عم احرق دقني على شيء فاضي. عباية يا ريان عباية. أهلين أبو جودات. لا أهلين ولا سهلين أبو حاتم. خير شو في؟ ما بتعرف شو في؟ وين شباب الحارة أبو حاتم؟ أنو شباب حارة؟ بالله شو؟ شباب الحارة كله سيدي قيمك منهم، جيرك مسلم وينه؟ جيري مسلم بعدته على البزورية ليجيب لي زهورات، أما بقية الشباب فشو عرفني وينهم؟ هيك لكان يا أبو حاتم. صوتك صاير عم يلعلي كتير بالحارة هاليومين يا أبو جودات. خير شو في؟ أهلين بالعقيد. بدي شباب حارتك عقيد. أنو شباب منهم؟ ولو معتز عصام عبدو رياض مسلم أجير بحاتي. ولا شو بدك يا هون؟ هيك مرا حابب شوفه بدي متع نظري فيهم. عندك مانع شي؟ يشرف على المضافة هلا بيجوا. شرف بعتولي الشباب لعندي على المضافة. هلا بيجوا لعندك عقيد؟ خاين يا طرخون بيزرعوك بالشام بتطلع بيحلفون يا طرخون. هاي كاسة شاي عمي فاضي. حرام على المكترة. شو بحاتي؟ شو صاير؟ شرف يا شو؟ مين بدك اول شيء؟ بدي عصام وبعدين بدي اشير ابو حاتم بعد اسمه مسلم. فتحي مور عديد روح انداني على عصام. يا مراد غير كمان مرق على مسلم شوفه اذا بالبيت خليه يجي لعندي. كمان يا مراد. لوين؟ بعتني معلمي ابو شهاب لنادي عصام. يلا بسرعه لا تاخر. انا اللي بدي افهم انه انت ليش معذب حالك كل هالقد؟ هذا واجبي وهي مسؤوليتي، اذا فلتها بفلت لما بالحارات كلها. وهلا الامن ما بيزبو الا اذا جعزت العالم والخلق. معلوم شيء. ليكون احنا اللي مفلتين الامن يا ابو جودة. ابو شاب لا تفوتني بقصص مالي فيها. ها وتسالني هالسير ما بقدر جاوبك عليها. انا هون بمهمه محدده ولازم نفذها. روي روي زودة فرق ربع ساعة الزمن بيكونوا الشباب هون، لا تحملها زيادة بتخفز. اللي أبو جودة خلصوا الفريكات مشان أبعت لك غيرهم. قلتك مشتلقين على شيء أبو حاتم. الله يستر يا أبو قاسم، الله يستر. آمين. أنا رايل عند أختي شق عليها وطمنها. تيسر. إجا عصام. عصام تعال بسرعة. جاي لحاله ليش؟ السلام عليكم. شو وين بقية الشباب؟ جايين ورايح الطريق. وليش ما اجوا معه؟ الأميمة تصاب برجله. طيب. شو؟ ايوه صارت معركة صغيرة بس الله نجانا منها. ايه والبقية؟ خير عمي أبو بشير بس ما راح يوصلوا كلهم سوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. طمن عمي أبو حاتم مسلم جاي ورايح. لك ما بيهمني مسلم من غيره. أنت نطلق كان على المضافة عند خالك. أبو جودة هنيك قايم الدنيا وقاعدة. يا لطيف. أوام. كاميرا كاميرا. عصام. مور عمي خود هي معك فوت عليهم فيها ودبر حالك. صار نوام. السلام عليكم. شو صار معك؟ معلم الشباب جايين وراي. سرع فوت لجوا
خذ بنات شاي وثلاث كاسات وعن نظافه بسرعه. مش معك لك بسرعه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك نوري. مرحبا خالي. أهلين بالخال. فوت لألك فوت. مرحبا سيدنا. أهلين عصام. تفضل خالي، هذا اللي وصيتني عليه، بلدي وبصفاري. بري علي، ليش ما أخذت له إياهم لعمك أم جوزك على المخفر؟ طلعنا مشوار خالي، طلعنا مشوار وما لقينا حدا بالمخفر. عجبا، هي راح لعندك وما لقى. عصام وين مسلم؟ السلام عليكم. هذول بعد حكيهم يا بحاتم. قال يا عمي بجودة تشري سلم الديات يا مسلم. على راس عقيد. طيب وبشير ومعتز ورياض وعبده وينه؟ شحهم بالحارة. بالحارة؟ ايه بالحارة. امشي معي بشوفه بعيوني. شو بلدك ابو جودة؟ خلص انت عود، هلا بيجوا لعندك. روح خالي، روح عند اهلي على الشباب. امرك خالي. بس ما قلت لي ابو جوده شو بدك منه؟ بس اجى مني في الشغل يدور علينا بالحارة. شو هالحكي؟ حاضر على ابوي على السرير. مشي. اهلي يا ام محمود. الحمد لله على السلامة يا ابو العز، ما بتعرف اني تعبان، وين كنت؟ الله يسلمك يا رب. فوت فوت لقلك فوت. ان شاء الله معافى. لا تاكل هم عمي، لا تاكل هم. رياض وعبده على الطريق ومان الجريح عمي ابو حاتم. وبشير وينه؟ صار بالحارة الحمد لله. عصام تعال. مور عمي. رح اقول لك شو لازم نسوي فورا. يلا انا تاخرت على المخفى. وين وين ابو جوده؟ لك اشرب لك كاسه ثانيه بكونوا اختمروا. لك يا حاج ابو شباب شو اختمروا ما اختمروا؟ اربع كاسات يا رجل بقينا. اي صحتي. شو مشان السله بتاخذها معك ولا ببعث لك اياها مع فتحي؟ لا ابعث لي اياها مع فتحي وخلي يغطيها الله يرضى عليك، الحقني فيها بعد ساعه. ما بدي اكل من عيون نوري، يخرب بيته شو عيله ضيقه. خاطرك ابو شهاب. الله معك. يلا ابو الصيف تحرك. بس عندك يلا شباب يلا. شد حالك شوي. الله يلا يلا اطلع. الله يرضي. يلا اعطيني راسك. يلا اعطيني. يلا تحرك ابو الصيف تحرك. قول الله. مبروك عامل حالك جاي من السوق، جماعة ابو جلدة مشتغلين علينا وعم يدوروا علينا. يلا ما يهمك. اهلا بسيدنا. هاي الشباب. ياب وين كنت؟ كنت عم اتوضع للدكانة، جبت لي كم قطعة نحاس تشوفه؟ سداتا. وانت يا عبدو؟ انا نزلت معه على السوق عم ضيع وقت لبين ما يخلص دور النسوان بالحمام. اسع هيك. على السلامة. يا شباب يا ساتر، ان شاء الله مو خارق بالعظم خالي. لا خالي برانيه برانيه ان شاء الله. معناتها خذوه لعند ابو قاسي، طلعوا له رصاصه وخلينا من عندك اليوم اخي. لعيونك اخي. يلا شباب. معتز مو خارق، خليك معه تطمن عليه للاخير، بعدين روح لعند امك خليها تطبخ له طبخه دسمه لانه الرجال نزف كثير. لعيونك خالي. لا تخلوا عنكم ولا قطعه سلاح بالحاره، لا فرد ولا طبنجه ولا باروده، لانه بده يصير تفتيش كبير بالحارات. مشي. وابو حسن بعت لك بده مصاري بشان الرشاش اللي قال لك عليه، صاحبه جابه وبده حقه فورا. علي وغيره وسلاح اللي وصلتوه على صلخة صار بنفس الليله بفلسطين. الله يبشرك بالخير. دينا عقيد. مع السلامه والدرب سلطاني. لك حتى الخبزات اللي خبزهم اليوم راح بده يوزعهم على الفقرة ما اخذوهم منه، ولا رضوا ياكلوا منه ولا لقمه يا اخي. والله شغلي عويصه هي لك ابو قاسي. شو ناوي تساوي من شانه اخي؟ اترك لي اياها الا ما الاقي لها دوبارة، بس هلا في الاهم منها. شو هي؟ جماعه ابو حسن اجوا لعندي وطمنوني انه السلاح وصل بامان لفلسطين وطلبوا مني ابعث لهم مصاري. ايه الحمد لله. ومين راح تبعت لعند ابو حسن اخي؟
عم فكر ابعت رياض. رياض صار ابو خاطر ما غيره؟ اي ما غيره. هدول بدك توصلهم لقبضاي بالغوطة اسمه ابو حسن. امتى عبيد؟ بعد صلاة الصبح. بتحمل درب طريقك وبتتسهل لهنيك. حصل. وين بلاقي لهذا ابو حسن عبيد؟ رح ادلك. بس قبلي بدي اياك تلاقي لي دوباره لتضل دكانتك مفتوحه لما بتغيب. بالنسبه للدكانه لا تاكل هم عكيد، جبت اخي صغير يقعد فيها مشان يساعدني بالشغل. بري علي، هلا رح ادلك شلون بتوصل لعند ابو حسن. شو جابك لهون؟ بدي اشوف ابو حسن. مين بعتك؟ العقيد ابو شهاب، عقيد حارة الضبع وباعت معي امانه لابو حسن. وصلت يا ابني، تفضل. ما فيني عمي ابو حسن، مضطر اكون بالحاره قبل ما تعتم العين. معقول يا رياض؟ لازم تتغدى معنا. ما بتقصر عمي، بس صدقني ما بقدر. قول الله. يلا بخاطرك. الله معك. أمانة سلم لي على العقيد أبو شهاب. بيوصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حمل لي سلام لك عقيد. الله يسلمك ويسلمه يا رب. على راسي عقيد. سلام. استنى. خير عقيد. شو هذا عقيد؟ قبضاي اللي مثله لازم يحمل هيك خنجر. هذا هدية من أبو شهاب لإلك. غالي عقيد، غالي كتير. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. في اثنين من التمين فاتوا على الحارة عم يقصوا على الفرنساوية، والفرنساوية لحقيقوا عم يقصوا عليهم. يا لطيف وسكروا باب الحارة عقيد. مين؟ الدرك.
وإنا إليه راجعون. شو نعمل شيخنا هلا؟ روحوا خبروا النخفر يا شباب. أنا بروح بخبره. لا خليك عمي أبو حاتم، أنا اللي رح خبره. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو عم تقول؟ الفرنساوي قتل ولد ورجال بحارتنا. ونحن شو دخلنا؟ شلون شو دخلكم؟ مين بده يسلم الميتين لأهليهم؟ مو أنت رئيس المخفر؟ والله شو؟ بدكم يانا نحن روحوا سلموا لأهليهم؟ لكن مين بده ياخذهم نحن؟ هي شغلتكم سيدي شغلتكم. وأنتم بتعرفوا أهليهم؟ وشو بيعرفنا مين هنين؟ عم أقول لك الرجال والولد من برات الحارة، أنتوا لازم تعرفوا مين هنين وأنتوا لازم تسلمون لأهليهم. نوري اجمع العناصر بسرعة. حاضر سيدي، أنا سابقكم على الحارة. يبنيني بحمة وأذن ولا مثل الوردة المفتحة يا حصن. الله لا يوفقهم على هالعملة. الله يصبر أهله يا حق. آمين. وشو عمل أخي؟ مجتمعين هلأ كلياتهم عم يستنوا أبو جودة مشان يسلموهم لأهليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، على هالمصيبة. يا ريت حدا يجي ويطمني شو صار بالحارة ويخبرني على أبوكم. روح أنا يا مو. لا يا مو لا، لا تروحي، بس خلي واحدة من اخواتك الصغار توقف على الباب وتسأل حدا مارق شو صار وتعي خبريني يا مو. حاضر يا مو. يا فادية يا سحر، واحدة منكم تنزل اوام. رحمة الله عليه. ما عرفتوا لمين هالولاد؟ بعده هيك يا رئيس المخبر. شرب سيدي شرب. بعدك يا تعال ورا تعال ورا تعال. شو اللي صار يا ابو شاب؟ شوفت عينك. مين اللي قتله؟ الفرنساوي يا ابو جودات. وشلون قتلهم هيك يعني من دون سبب؟ شو جاي تحقق معنا قلنا يا ابو جودات؟ شو يا ابو شاب؟ بدك يعني اخذ الولد والرجال يلي ماتوا هيك من دون ما اعرف شو الاسباب؟ قلنا لك الفرنساوي اللي قتلهم. شو ما عم تفهم علينا ابو جودات؟ عندي ضبط بدي كمله. ولا بدك يعني اكتب شلون ما كان يعني؟ بدي اعرف مين هدول وشلون فاتوا على الحارة ومين هني اللي عنا. قلنا لك ياه وخلصت بقى. بدي اعرف مين هني. بدك تكمل تحقيق يا ابو جودة والقتلة سايح دمه بالاراضي. وانا رح كمل التحقيق هون. هلا نوري بياخدهم. خدهم يا نوري. يلا نشوف. حملوهم على شي تنبر وخدوهم على المستشفى. شرفوا على المضافة. نعم يا عمو. شو صار بالحارة يا عمو؟ الفرنساوي قاتل رجال وولد غريب عن الحارة يا عمو. ومن هاد الرجال؟ كمان رجال غريب عن الحارة. ايه يا بشير، ما بتعرف الولد ابن مين؟ أنا بعرفه من حارة الماوي، بس ابن مين ما بعرف. ايوه. وشو اللي جابه لعندها؟ لا بس كان يجي يشتري الخبزات من عندي. شو هالحكي؟ ليش بحارتهم ما في فرن؟ شو بيعرفني؟ بركي كان مسكر فرنه. مسكر؟ ماشي. اكتب يا ابني. الولد غريب عن الحارة، وهو من حارة الماوي، وكان يجي لعند فرن أب بشير مشان ياخذ الخبزات لأسباب لا نعلمها. والرجال يلي مات، في حدا منكم بيعرفه؟ ما حدا عنا بالحارة بيعرفه. يعني ما حدا شافه شي مرة فايت طالع لعند حدا من أهل الحارة؟ لا حدا شافه ولا منعرف عنه شي منوب منوب. توب يا ابني، الرجال مجهول الهوية لأنه ما حدا بيعرفه، ومثل ما ادعى أهل حارة الضبع إنه ما حدا شافه بنوب بنوب. خلصت تحقيق أبو جودة؟ لسه. شو لسه في عنده؟ رح يضل التحقيق مفتوح، ما رح سكره بنوب لحتى يجوا اهل الميتين ويستلموا امواتهم ويطلع التقرير من المستشفى نعرف شو اسباب الوفاه. السلام عليكم. قوم يا ابني. فهمني يا بشير، شو اللي صار؟ والله يا عقيد الشغله بتاعت العقل بالكف. من لحظه ما فات الفرنساوي ورا الثورجي ما عاد عرفت من وين صار يطلع الضرب عليهم.
restez, monsieur. Oui. Est-ce que vous avez vu ces rapports, monsieur? Montre. Rendez-le à l'hôpital et qu'on leur écrive, là-dedans, que les balles et l'arme utilisées sont allemandes. D'accord? Entendu, monsieur. Dégagez. نوري ليش تأخرت؟ سيدي أخذت أبو الولد دليته على الطبيب المسؤول وأخذت التقرير منه وأجيت رأسا لهون سيدي. شو في سيدي؟ ولا نوري؟ نعم سيدي. أنت ما قريت التقرير؟ لا سيدي. أكيد؟ أكيد سيدي. لك أطلع لبرا. حاضر سيدي. شو هادي حارة الضبع؟ مو على أساس معكم سلاح؟ التقرير بيقول تم إطلاق النار من مسدس حربي ألماني، يعني مو فرنسي. دك وحياة هدول ما بيكونوا على أبو جودات بسبب ساويكم شغلتي وعملتي. عرفتونا امتى رح يندفن الولد اللي انقتل عنا بالحاره يا زاد؟ اكيد بكره الظهر رح يدفنوه بقاسين. معناتها لازم نكون كلنا بكره على صلاه الظهر بحاره الماوي، منه بنطلع بالاجر ومنه بنعزي. اي والله عجيب. انت عرفت انه الثورجي الفراري ما كان لحاله؟ عرفت. الله العليم يا جماعه انه هذا الزلمه بيعرف الحاره تبعنا شبر شبر. شو عرفها؟ لما رفيقه اللي مات كان بده يهرب من الزابوقة اللي على كتف القهوة صرخ فيه وقال له لا تفوت فيها هي سد، تعال نهرب من صاله الفرن. أهلين بأبو شاب. ميت أهلي. تفضل. خير. تعرف ليش أنا جبتك لعندي لهون على المقفر يا أبو شاب؟ من شان خناقتنا مع حارة الماوي. مو مشان هيك. لكن مشان شو؟ من بعد التحقيق وتشريح جثة الولد يلي انقتل بحارتكم تبين انه ما انقتل بسلاح فرنسي. لكن شلون مات؟ انقتل بسلاح ألماني يا أبو شهاب. والداخلية قايمة قاعدة بدهم يعرفوا شلون دخل السلاح على حارتكم، ومطلوب مني تقرير كامل بعد تفتيش كل البيوت بالحارة. أو بدك تسلمني السلاح يلي بحارتك يا أبو شهاب. أنو سلاح اللي بدي سلمك يا أبو جودة؟ أنو سلاح يلي نقتل فيه الولد؟ ومين قال لك أنه نحن عنا سلاح؟ هاي الحارة قدامك، روح فتش ولما بتلاقي سلاح خده وصاحبه. والمعنى؟ كلام اللي تفضلت فيه ما خرط مشتي منه. وسلاح اللي نقتل فيه الولد سلاح فرنساوي، ونحن بالحارة ما عنا سلاح. أنا راح فتش الحارة بيت بيت يا أبو شهاب. لا تخلي لا حرفاي ولا طرفاي ما تفتش فيها. أما شيت إنه تقلي إنه نحن اللي قتلنا الولد هي ما رح صايرك فيها بنوب أبو جودة. بس أنا عندي تقرير يا أبو شهاب. هذا التقرير كله ديباجة فرنساوية سووها لحتى يبروا حالهم من دم الولد ويرموا العرب عربين ويخلونا نتخانق مع أهل حارته. شو معناتها الحكي؟ معناته انه هذا التقرير كله باطل بباطل، وهي الحارة قدامها. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلين. مرحبا خاي. يا حي الله. لا خيو بدي اسالك، مو هي حاره الضبع؟ صلت هي هي. لو سمحت بدي بيت العقيد ابو شهاب.
وشو بدكم منه بلا زغراء؟ والله نحن رفقاته جايين من حلب ومنريده. يا ميت اهلين وسهلين، شرفتوا. الله يسلمك. اهلين وسهلين بالرجال. يا اهلين، يا اهلين فيك ابو العز. مور عم يا ابو حاتم. الله يرضى عليك، نطلع عند خالك ابو شهاب على البيت، اللي في ضيوف جايين من حلب، جايين لعندك انا وعمي ابو حاتم على السريع. مو تكرم عيونك انت وياهم. أهلين، أهلين وسهلين برشا. أهلين، أهلين. بالإذن بستجيب هالدامية. تفضل تفضل راحتك أبو حاتم. أهلين بأبو فوني، أهلين بهالعين. عراسي والله، أحلى أبو شهاب والله. أهلا وسهلا، أهلين بأبو النور، أهلين بالغالي، بعد زمان والله. نورتم، شرفوا سيدي، شرفوا. تفضل. تفضل يا أبو شهاب. أهلين، أهلين. لعند أبو عمار البغاجات يجونا شوية ضيافة للشباب. لعيونك خالي. دوام خالي ليه؟ معك مصاري. يلا يلا. يا ميت اهلين وسهلين، يا والله حلت علينا البركه. الله يخليني اياك ابو شهاب. مين هذا البطاي؟ قال الولد انبار تلتينه للخال، هذا معتز ابن اختي. هذا نمر حاره الضبع ابن المرحوم ابو عصام. والنعم يا سيدي والنعم. النعم واكرم والله. الله يبارك فيك. اشتقنا لك كثير خاي ابو شهاب. تشتاق لك مكه. بدي اعرفكم على عمي ابو حاتم من جهات الحاره وعمي ابو مرتي. تشرفنا خاي ابو حاتم. الله يزيدك شرف، حياكم. لكن جوزت يا ابو شهاب وما خبرتنا؟ صارت الشغله على غفله وناسبنا عمي ابو حاتي. نحن اللي ناسبنا علي فيك صهر. صهرك ابو شهاب ما رضي يتجوز حلبيه، كنا تشرفنا بنسبه. الله يزيدك شرف يا ابو النور. يا ميت اهلين وسهلين. اهلين فيك ابو شهاب. قلت لحالي اذا ابو شهاب ما بيجي بشرفنا بزياره لحلب، خيو نحن نشيل حالنا ونرجع على الشام. اشهد بالله اني مقصر يا بطوني. قل لي يا ابو شهاب، ايش الاخبار عندكم الشام؟ ابو حسن ورجاله ما اعترفنا عنهم شيء. صايرين هن ملتهيين بحال ونحن ملتهيين بحال. والبلد قايمه مو قاعده، ما حدا مرتاح يا ابطوني، ما حدا مرتاح. يعني ما بتتعاملوا معهم؟ لكن شلو؟ انا ما بتركهم ابطوني. بس نحن وياهم مهدين اللعبه شوي. الفرنساوي كابس على نفسه وملاحقهم من قرنه لقرنه، مو مخليهم يتحلفصوا. الله يحميهم. امين يا امين يا رب العالمين. انت طمني يا ابطوني، شلون الشغل عندك؟ ماشي الحال. لك عندي كم قطعة بياخذوا العقل. سلاح؟ بواريد ألمانية عم تزلغط زلغطة على كيفك يا أبو شهاب. كم قطعة عندك؟ 5 بشحمهم. مناح بينفعونا هدول. وينهم هلا؟ قريبين منك. بالشام؟ ايه، مزار 40 اللي بآسيون. مشي. قديش حقهم؟ جاوبوا أبو النور. مو عيب تقول شقد حقهم يا أبو شهاب. كل شيء لحال ابو النور. هديك المره ما رضيتوا تاخذوا غير نص حقهم وقبلنا. وهالمره يا ابو شهاب ما بدي حقهم طاول. كبير يا ابو طوني، بس لازم ندفع لك مصاري. واذا قلت لك هدول هديه من اهل حلب لاهلهم بالشام، ايش قلت يا ابو شهاب؟ هيك كثير والله يا ابو النور. مو كثير علي مثلك يا ابو شهاب. الدنيا دين ووفا، واهل الشام قلن علينا كثير. واذا كانت الشام بخير نحن بألف خير. وسلاح رح يصلك للمكان اللي بيطلي عليه. فضلتوا على راسنا من فوق، انت وكل قبضايات حلا، والله محيي اصلكم. واصلك يا ابو شهاب. وهلا قل لي لوين بتريد اوصل السلاح؟ كرمال الله تباتوا هالليله هون. هي المخدع وقلابياتكم وفرشاتكم جاهزه، ما هي حلوه تجوا من حلب وترجعوا فرد نهار. بارك الله فيك يا ابو شهاب، والله لو نقدر ننام عندك لننام، بس في عنا طلعه مهمه على الغوطه وعلى سلطات. بدي امرنا عند ابو حسن وجيله واشوف ايش اخبارهم. يلا تسمحوا لي يا شباب. شرفتوا. يا حي الله. يلا يلا حلب تشرف. السلام عليكم. الله يديمكم. اهلا وسهلا. On va donner des arbres légers et suffisants aux habitants de quartier. Et puis, on va savoir juste où est-ce que les habitants planquent ces armes. Et nous, on va rentrer directement et on va les arrêter tous. Et toi, ce que tu dois faire, c'est d'être prudent plus que jamais. طيب وانا شو مطلوب مني سيدي؟ C'est de provoquer le dispute de plus en plus entre eux jusqu'à que Abu Arab et ses hommes soient obligés de rentrer dans le quartier de Daba. Et toi ce que tu dois faire, c'est de nous prévenir de ce jour-là pour qu'on soit prêt. Bon, maintenant tu peux aller au bureau de finances et toucher l'argent qui est là-bas. Merci khairat Allah monsieur. اليوم جاي السلاح على الحارة صغار. شلون بدهم يجيبوه؟
في حريم بدها تفوت على الحارة وحاطين تحت الملاية تبعون. وامتى الحكي؟ يعني على أذان العصر. حلو، معنا خلينا نروح على الحارة نظبط الأمور هني. معي ممكن. الله يا رب. فتحي دير بالك. شو بدك معتز؟ ما فهمت عليك. عم اقول لك دكي ملايتك وروحي بوشك لعند بيت ابو حاتم. يلا امسكي يلا. طيب ما بدي اعرف ليش بالاول. الله اكبر عليك يا امسكي، هونيك بتعرفي ليش. يلا. كملي طريقك انت وياها. يلا قولوا باب الحارة لا سمعوا، خليه يروح يشوف شغله. ما هو اللي سمعوه؟ حطوا لي ماكن ورا الباب. ورا الباب اختي، ورا الباب، ورا الباب، ورا الباب اختي، ورا الباب. هات الوني سيني نمليني نمليني. شوف شباب تفضل تفضل. خد تقبرني، خد خد تقبرني خد. الله يحميك، بك الله يكون معك، الله يحرسكم، النبي والرسول معكم، الله معكم. الله خطر ما يحطوه. شو أخبار حارة الضبع يا سمعو؟ تمام سيدي. يعني ما في مشاكل؟ أبدا سيدي. إيه منيح. مسيك انت وطالع له الحاجة، سوي لنا كاستين شاي إله للسيد أبو منير. سيدي شبك سمعوا في شيء؟ سيدي حارة الضبع. شبك حارة الضبع؟ ما في شيء سيدي، ما في شيء. أنا فهمان عليك يا ابني، يلي بدك يا بده يصير، بس لا تستعجل. أمرك سيدي. احترامي. شو مستوى الدرك يا ابو جودان؟ انا يا سيدي ابوه كان حارس حاره الضبع اسمه ابو سمعو، وبيوم من ذات الايام فزوا اهل الحاره ملأوا، بعد مده شافوه مقتول ومدفون بقبر لواحد من اهل الحاره. مشي الحال خالي، اللي بدك يا صار. بري عليك والجن الازرق ما رح يعرف مطرحهم. مشي بس خليكم جاهزين وعم ندها، ما بنعرف شو ممكن يصير. أمرك يا خالي. يعني سمعوا ممكن يدز علينا؟ تابعوا إلى أمام. عليه ايدك لفولك. فولك اي حركة رح تضيع الفرد براسك. ثبت.
بتقولوا لسيادكم انه هذا الضابط بدل ابو عرب عقيد حارة الماوي وبدل كل المساجين اللي بالقلعة، ومعكم لبكرة. اذا ما طلعوا انا رح اقتله. Comment on se dit d'enlever un lieutenant français? Je veux le lieutenant enlevé avec celui qui l'a enlevé. À tout prix, vous comprenez? Même si vous serez obligé de détruire Damas. Espèce de... أنا ما بدي منك شيء. وبعرف إنه عندك أم وأب وإخوات ويمكن مرة أولاد. بس أنا بدي أفهمه. أنتوا ليش عنا هون؟ وشو بدكم منا؟ وليش عم تاخذوا رجالنا؟ ليش؟ لا تخاف أنا ما رح أقتلك. بس إذا ما طلع أبو عرب وكل المحابيس فبدك ما تواخذني. فادعي لربك إنه يطالعون وما يتحيونوا. عم تفهم علي ولا ما بتفهموا بالعربي؟ تصبح على خير معتز. الله معك عمي ابو احمد. الله يرحم ابوك. تعيش. على راس التكه وتكون عندك. شو نصبحت ايه؟ بيظهر قامت. شو اللي قامت؟ قيامتهم ان شاء الله. الله يستر. امين يا وينك لهلا؟ كل الشباب مستني فوق. فوت. عم اقول لك صبحي خطب ضابط فرنسي وقال بده بداله ابو عرب وكل المساجين اللي بالقلعه. ونحن شو دخلنا لك ابو جوده؟ دخلك ونص ابو شهاب. صبحي ابن حارتك وانت بتعرف وينه. وقف عندك! حاجة تتبلانا بشغلة ما إلنا خص فيها. بدك صبحي وسمعه روح دور عليهم لحالك. أما شيت إنه عم طالعة والنازلة تتهمنا بإنه نحن بنعرف وينهم ومخبينهم، هي ما راح أسمح لك فيها بنو. اسمع، هاي الشغلة كبيرة كثير، كبيرة أكثر ما بتتصور. أبو شهاب قدامك من هول لبكرة، يا بتسلمني صبحي وسمعه يا أما لا تقوم غير حالك، أنت وكل أهل حارتك ولا حسرتك حق. لو بتنطح راسك بالحيط ما رح تطول ضفره. لك الله محيي البطن اللي حمل هيك رجال. قرروا زعماء الكتله الوطنيه التجمع بكره قدام السرايا بمظاهرات كبيره من اجل المطالبه باخلاء جميع المعتقلين السياسيين الموجودين بالقلعه. ومين رح يكون معنا؟ رح يكون معنا عدد كبير كثير من الاهالي، بس انتوا قولوا لي هالبيان مشان نتناقش فيه. سجان، هذا هو الامام. يوم الظهر كنت عند العقيد ابو شهاب افتاح. عرفتك. خير؟ بدي العقيد ضروري. بس هو ماله هون. روح قل له ادهم بده اياك ضروري بسرعه. معناتها انت فوت وسكر باب البوايكيه لبين ما روح واندهله. يلا يلا. Il y a un nouveau soutien qui arrive ici plus tard.
في مؤازرة جديدة ستأتي لكم أبو جودة قريبا. Et surtout que je voudrais bien une très bonne surveillance ici. وحراسة شديدة كثيرة نريد منكم. À votre service, mon lieutenant. Allez, dégagez. والله لا ربي فيكم الحارات الشعبية أكلعب. هيك مفتح يا ابني. ما حدا بيتحرك. وبتدمع عيونكم وفتح فماني. كلنا مع الساعة بتعمل كبش عليك ولا الكلام. طيب. وهلا هو بالباقي عم يستناه وقال بده اياك بسرعه. روح اجمع لي كل الشباب وخلوني لاقولي على باب الحاره. أمام وامرك. يا مختار يا مختار، وين كنت يا ابو علي؟ حمدي كان بده يقتلني يا مختار. شو؟ هو اللي دلدلك على بيت ادهم. حمدي غريمنا، هو دسات الحاره. مرنا خالي، الحجر بمحله انطار يا رجال. خليكن ناطريننا هون وجاهزين عن ندها. تعال معي انت ورياض. امرك خاب. الله 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 الله. وما عرفت لوين اخذوه؟ على المغفر يا عقيل. متاكد يا ادهم؟ انا لاحقتهم من بعيد لبعيد لحتى فاتوا فيهم على المغفر. معتز مري خالي، تاخذ حصاني وبتطير لعند ابو حسن على البوطه، بتقول له بيقول لك العقيدة مش هاب. فزعة يا رجال. يا عيونك يا خال. ابو الروم مني عقيد. ما بتخلي قطعة سلاح مخباية بالحارة اللي بتطلع، وبدي اياك تستنهض لي كل رجال الحارة عن ندى. ابشر. فتحي مور عقيد، طالع لي الباروتين المخبايين جوا. بامرك. جاي تقتلني يا سمعة؟ حق، أنا كنت عم بستناك عشان تخلصني من هالدين اللي حطوا أبي برقبتي من دون ذنب. خد. بس أماني برقبتك، لما بتاخد بتارك خلي هذا عندك رهيني لحتى يطلعوا كل المساجين. مين هذا؟ مثل ما انك شايف ضابط فرنسي. انت خطفته؟ ايه انا. وليش ما قتلته؟ ما لي مصلحة بقتله. انا خطفته كرمال عقيد ابو عرب والمساجين اللي بالقلعة. شبك؟ ما تقتلني وتاخذ بتارك؟ بعد اللي شفته منك بكون ظالم وندل إذا بقتلك. مسك فردك يا صبي، كمل اللي بديته. أنا معك بهالشرف العظيم. الله يرحم أبوك، يرحم البطن اللي حملك. عيون ابو شاب، يلا يا رجال فيهم خيالة بس رجل خيل. وحياة الشام وعيون الشام، ما بيضل حدا بالسجن وانا ابو حسن. معناته رح اسبقكم على الحارة يا ابو حسن. رايحين سوا ابو العز. سرعة يا رجال. يا
الخاين والحشوب الرات الحارة. القصة كبرت كثير يا رجال، والسلاح وقت عازته بيعادل الروح، منشان هيك كل واحد يدير باله على سلاحه. خلي هي معك، ما بقى لا يصل أبو حسن ورجاله. أنا مالي سلاح عقيد. سلاحك إنك تضل بعيادتك يا حكيم، وفهمك كفاية. أمرك عقيد، بالإذن. حكيم، مرني عمي أبو حاتم. مرت عمك اليوم ولادي، خلي بالك معهم الله يرضى عليك، وإذا صار لي شيء لعيال بأمانتك. ما هون يا عمي، قول يا رب. يا رب. خليل خليل، شو عصام؟ بعتزوا أبو حسن ورجاله وصلوا. خليل قولوا الله يا رجال. يلي بده يتحدى هي الحارة من قدم، في مين بيحمي الدار بالحق يصون حدا. النظارة يا واطي. عتز. طلعت. شوفوا شغلكم خالي. أمرك خالي. عتز. تركي يا أخي. هذا من حصي. خذوه اطلع له. كوني شو الشباب. وحسن. شبابك معيتك فك أسره. ولو يا أبو شهاب، هدول بلادنا. وصلوا الدرك عديد. يا رب. يلا شباب حركوا بسرعة. يلا دكوه جوا. وانت يا أدهم، أنا راح ضل هون بالحارة. إذا خلي هذا معك يفيدك. قول الله. Je vous donne un délai de 5 minutes pour ouvrir cette porte et vous rendre. معكم مهلة خمس دقائق لفتح هذا الباب وتسليم أنتم. Sinon j'ordonnerai l'artillerie de détruire complètement ce quartier sur votre tête. Lâche que vous êtes. وإلا سأعمل سلاح مدفعية بهد الحارة فوق رؤوسكم أيها الزبناء. شام شامك، شام شامك.
ولوسة من ضامك يا أبو شهاب. لوسة من ضامك يا أبو شهاب. بك يا شام مو من شيمته الاستسلام، بدها مال المال بيحضر، بدها رجال الكل استنفر، وان ما كبرت ما رح تصغر، وحياة عيونك يا شام.